لطالما ارتبط الشباب الجزائري بمنتجات شركة لاكوست، خاصة عندما يلبسونها مع أحذية نايكي، وبالتحديد نوع لاريني، حيث تعتبر لاكوست علامة تجارية عالمية تتميز بجودة منتجاتها وأناقتها. لكن ما الذي يجعلها محبوبة بهذا الشكل بين الشباب في الجزائر؟ سنتعرف في هذا الفيديو على الأسباب التي تدفع الشباب لاختيار لاكوست بالتحديد. إخواني في الله، أحتاج إلى 10 ثواني من وقتك. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. تأسست الشركة من طرف أندري جيليه وروني لاكوست بعد اختراع الثاني لقميص نموذج 12-12، والذي اشتهر به روني لاكوست إبان سيطرته على ملاعب كرة المضرب العالمية خلال 20 القرن الماضي. شكلت لاكوست سبقاً في تاريخ اللباس الرياضي، حيث كانت أول شعار يتجلى بوضوح على لباس رياضي. ورغم أن الأقمصة المصممة آنذاك كانت موجهة لممارسي كرة المضرب، إلا أنها سرعان ما لاقت شعبية على مستوى لاعبي الجولف بفضل العلاقة الزوجية التي كانت تربط روني لاكوست ببطلة الجولف سيمون ديلا شوم. عند توزيع أول دليل تجاري، لقيت منتجات الشركة شعبية لدى المستهلكين سرعان ما فترت بحلول الكساد الكبير. ولقد أدى اندلاع الحرب العالمية الثانية إلى جمود نشاط الشركة بين سنتي 1940 و1946. مع بداية عقد الخمسينات، طورت الشركة سلسلة أمشاج لونية لأقمصتها القطنية، ودشنت نشاطها التصديري نحو أوروبا والولايات المتحدة. خلال الستينات، أغنت الشركة تنوع منتجاتها بتسويقها الثوري لمضرب من الصلبن في سنة 1968، وبمساهمة العطار جان باتو أنتجت لاكوست أول عطورها الرجالية. في سنوات الثمانينات، اقتحمت لاكوست مجال التسويق بتدشينها لسلسلة متاجر على المستوى الدولي، وفي سنة 1985 أنتجت الشركة أول أحذيتها الرياضية. منذ سنة 2000 تقلد كريستوف لومير مهام الإدارة الفنية لقطب الملابس بالشركة بعد أن كان مسيراً لعلامته الخاصة، وتميزت أولى بصماته بتبنيه نهجاً إبداعياً محافظاً وتقليلياً في تصميمه لملابس وظيفية مستوحاة من الحياة اليومية ومن تراث علامة لاكوست. سنة 2001 ابتلع العملاق الأمريكي بروكتر وغامبل شركة جان باتو للعطور، مع الاحتفاظ بحق إنتاج وتسويق منتجات التجميل والعطور التي تحمل علامة لاكوست، ولكن بترخيص من الشركة الفرنسية. في 13 يوليو 2011 أعلن الفرع الصيني لمنظمة السلام الأخضر لحماية البيئة عن وجود آثار لمادة سامة، إيثوكسيلات النونيلفينول، وهو مقود هرموني، في عينات ملابس لاكوست، وكذلك في ملابس علامات أخرى كأديداس ورالف لاورن وبوما ونايكي. تعرف لاكوست برمز التمساح الذي صمم لأول مرة من طرف روبرت جورج لفائدة روني لاكوست، الذي اتخذه كأيقونة تزين ملابسه الرياضية والاعتيادية. وحسب روني لاكوست، فقد ولدت فكرة رمز التمساح أثناء أطوار كأس ديفيز لسنة 1927، حيث نذر عميد الفريق الفرنسي آنذاك أن يهدي لاعبه روني حقيبة فاخرة مصنوعة من جلد التمساح في حال ظفره بإحدى المباريات المهمة. ارتباط الشباب الجزائري بمنتجات شركة لاكوست يعد جزءاً من ظاهرة أوسع تتعلق بالتأثر بالعلامات التجارية العالمية وتبني الأنماط الثقافية المعاصرة، حيث أن منتجات لاكوست تعتبر رمزاً للموضة والجودة، وارتداؤها يمنح الشباب شعوراً بالتميز والمكانة الاجتماعية العالية. العلامات التجارية الشهيرة مثل لاكوست تعكس في كثير من الأحيان النجاح والتطور، مما يجعلها جذابة لفئات الشباب الطامحين إلى تحسين صورتهم الاجتماعية. كذلك العولمة جعلت المنتجات والعلامات التجارية العالمية متاحة أكثر من أي وقت مضى، من خلال وسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. يتعرض الشباب الجزائري لموجات من الموضة العالمية ويتأثرون بها. هذا التعرض المستمر يعزز الرغبة في امتلاك وارتداء العلامات التجارية المعروفة مثل لاكوست، كما تشتهر لاكوست بتقديم منتجات عالية الجودة سواء في الملابس أو الإكسسوارات. هذه الجودة تجعل المنتجات تدوم لفترة أطول، مما يجعل الاستثمار في مثل هذه العلامات التجارية
منطقياً بالنسبة للكثيرين، تناسب الاتجاه المتزايد نحو الموضة الرياضية. الكثير من الشباب يحبون تبني نمط حياة نشط وصحي، ويتطلعون إلى ارتداء ملابس تعكس هذا النمط. وما ساهم في الرواج الكبير لهذه البذلات هو اعتبارها من قبل الشباب رمزاً للرجولة، الأمر الذي رسخ هذا المعتقد في ذهنية حتى الأطفال الصغار الذين دخلوا المنافسة أيضاً. ونظراً للانتشار الواسع والغير مسبوق لهذه البذلات، فإن شباب الأحياء والولايات الأخرى راحوا يتنافسون فيما بينهم حول الحي الأكثر أناقة،